هذا لازم يدق السما سريع. الليلة أنا ما مطول ذاته باللايف سريع كالعادة. جزاكم الله خير ما قصرتوا في اللايف الفات، قريب 4000 شير. جزاكم الله خير، اللايف ده لازم يدق السما سريع. عندي زيت الليلة تقيل، اوكي؟ ده بالاضافة للحكومة سقطت خلاص لانه عبرة في الشارع، والان الخرطوم كلها في الشارع وتسقط بس حكومة الجوع. عندي حاجات خطيرة جدا ما تخطر على بالك، تقارير خطيرة جدا عن حميتي ما تخطر على بالك، لانها كتبت في حميتي فوق وتحت لكل ظالم نهاية، كتبت في الجنجويد شير وتعال. الليلة اللايف ده خاص جدا، الشير في كل الدنيا. شباب برجع بكرر وبعيد، الصفحة دي جديدة منتهية، صفحتي الزمان بعمل شير وبعلم فيها لللايف مقفلة لمدة شهر. ساعدنا سريع سريع بالبل عشان نبلهم بالشير في كل الدنيا، وتعالوا لي راجعين، وتعالوا لي. سقطت 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 خلاص، سقطت خلاص سقطت. الضرب على الميت حرام، الضرب على الميت حرام. قاعدين تكتب الشعب السوداني بالبطي، حكومة الجوع، حكومة الموت، حكومة الغهر، حكومة اللواط، حكومة الدعارة سقطت. شيروا شباب، شيروا سريع وتعالوا. الليلة يا حميدتي، الليلة يا حميدتي بوريك الزيت اللي انت بتسوي منه كدي، كتمت في حبوبتك ذاته. بوريك الزيت يا حميدتي، انا جايك بعد شوية، بعد ما اتكلم مع السوار انا جايك يا حميدتي. كتمت فيك، كتمت فيك يا حميدتي. شباب الشير السريع، ما شاء الله تمينا الف. برجع بكرر، الصفحة دي جديدة، والليلة انا عندي زيت كتير بعجبك، بعجبك الصفحة دي جديدة. اعمل لها شير ولايك، شير ولايك للصفحة، ووزع اللايف ده في كل الدنيا الفومية، وزع اللايف ده في كل الدنيا وتعالي سريع. انا لايف ميت ما بعرف اشتغله، الليلة عندي زيت تقيل. حميرتي حميرتي قول الرب. شباب شير سريع وتعالوا. الليلة ابو راب جاب لكم الكتمة الجد جد، الكتمة الكبيرة في حميرتي. شيروا تعالوا، شيروا سريع، بقينا 1300. شيروا يا شباب، اوي انا بحتمل عليكم في الشير، صفحة دي جديدة، الشير في كل الدنيا. كتمت دب، كتمت دب فوق وتحت. لما بيقول كتمت الناس ما بتصدق، لما بنجيب لك الزيت قبل حدوث انت ما بتصدق. شيروا شباب، شباب الشير ضعيف واللايف ضعيف حتى الآن، يا 1500 ادونا في كل الدنيا وتعال. شيروا اللايف ده، اللايف ماشي تعبان، ماشي تعبان. هما يا زول البلد انتهت، البلد انتهت. تسقط حكومة الجوع، حكومة الموت، حكومة الاغتصاب. قاعدين يكتب الشعب السوداني بالبطي، بالبطي كتل، بالبطي كتل، بالبطي. شباب شيروا يا جماعة، الله يبدأ تعبان، لايف ماشي تعبان يا جماعة. ده 1600 لايف ماشي، يا دوب كده 1700. أنا لايف ميت ما بعرف اشتغله كله كله. شيرونا اللايف ده في كل الدنيا وتعالوا. الصفحة جديدة وما أقدر أعلن في صفحتي لأنه ها البلاغات دي واقفة لأبو رهف هنا، لكن أبو رهف بفضلكم الرسالة اتصل. شباب دي 1700 بتجدع اللايف وتعال سريع، جدع اللايف وتعال سريع. 1800 ما شاء الله، كتر خيركم، جزاكم الله خير. سريع اللايف، جدعوا تعالوا، جدعوا تعالوا، نديكم الزيت. الليلة يا حميدتي كاتمة فيك لك 3 يوم، صابة فيك مطرة. ما كتمت فيك الكتمة جد جد، ما كتمت فيك الكتمة جد جد. شباب اللايف ضعيف، اللايف ضعيف، وي جدع اللايف ده وتعال. لسه عدل 800 انا واقف للشير بس، جدعوا اللايف ده في كل الدنيا وتعال. لايف ميت منتهي 1900، لايف ما يشير، جد تعال. ارموا قدام يا ناس، هاي حرم كتمت فوق وتحت. هيثم مصطفى يعني لاسقاط النظام، ويدعو الشعب السوداني لاسقاط النظام. عتبر الان في الشارع، والنوباوي في الشارع، الدنيا كلها مولعه، العجوز في الشارع، لانه الشعب السوداني خلاص قنع، خلاص صمرجت، خلاص كتمت، خلاص ملينا كذب. شباب يا 2000، وي انا الزيت الدار اقوله ما قلته، ودي 2000 يا جماعه. ساعدونا بالشير، ساعدونا بالشير، انا داير نفير شير الليل عادين نفير.
نفير اللايف ده في كل الدنيا وتعالوا اديكم الزيت الجديد. حبيبتي لما كتمت فيه او حس نفسه خلاص حيفرضوا عليه حصار دولي، جرب قريشات وداهن دوله ثانيه. قريشات شت سحب من البنوك جري وداهن دوله ثانيه. يا حبيبتي احنا زيتك بيجينا شباب، قربنا 3000 شيره كتمت فوق وتحت، تسقط حكومه الموت، حكومه الجوع، حكومه الاذلال، حكومه الكذب، سقطت خلاص. دي النهاية المحزنة شباب. أنا ما بديت مستني الشير، ما حابدأ وإلا الشير ده اللايف يدق السما، وإلا اللايف يدق السما. الزيت كثير، شير وتعال راجع. 2400 شير 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 وتعال راجع. فقط كتمت، كتمت في الجنجويد المجرم القاتل حميدتي، كتمت في أبو أهله ذاته. شير شباب، شباب الشير ضعيف. اللايف ده، اللايف ده ماشي كده بالدقداق ماله الليلة. عطبرة مولعة هسي، والله مؤمن كمال باش مهندس قال لي عطبرة مولعة في السماء، مولعة في السماء. شيروا شباب، يا اللايف ده ماشي بالدقداق بسيط، ماشي يا دوب. كان شدوا حيلكم يا ناس، هوي الشغلة دي كتمت فيكم جد جد. شيرونا اللايف ده في كل الجروبات وتعالوا راجعين. شير 2 3 4 وتعال راجع. أهم حاجة الرسالة تصل. 2700 جد جد كتمت سقطت، وحاط الله سقطت، وحاط الله سقطت. التحية لك يا هيثم مصطفى، والتحية لرجال المقاومة. القالوا تسقط بس، القالوا من زمان احنا قلنا تسقط. شباب شيلوا، من زمان قلنا تسقط. الحكومة دي التميت وبتضرب فيك. أنا شباب ما بديت لسه. شيروا اللايف ده، تعالوا اللايف ده لازم يدق 3000 ساي ونبدأ. لازم يدوك شيروا في جروبات المصريين، عندي لهم زيت تقيل، عندي لهم زيت تقيل. جروبات المصريين، جروبات السودانيين، جروبات الحبش، اي مكان تعال خلوا اللايف ده يدوك 3000 ساعه. لا لا اللايف ده ضعيف، كله كله ميت منتهي، ميت منتهي. شيروا يا جماعه سريع سريع وتعال. تديكم الزيت بتاع حميلتي، لايف منتهي، لانه الصفحه جديده، لانه الصفحه جديده. ادعمونا بالشير، ادعمونا بالشير وتعالوا راجعين. تديكم زيتهم، زيت القتلة والمجرمين، زيت الجنجويد الرباطة. شيروا شباب، شيروا وكيلية التعليق هنا. تسقط حكومة الموت، تسقط حكومة الكذب، تسقط حكومة الطلس. ضاقت ثم ضاقت، ضاقت ثم ضاقت، واستحقمت حلقاتها ثم ضاقت، خلاص سقطت. شيروا شباب، شيروا شباب، لسه الشير ضعيف. ارفعوا اللايك وتعالوا، اكتب لي تسقط وشير في كل الدنيا وتعال. الجماعة، الجماعة بعد ما كتبت فيهم، أنا جاي لا كلامي كثير، لكن داير الشير قبل ما أبدأ، داير الشير قبل ما أبدأ حتى في الجروبات المصرية. شيروا له الله يبدأ، خلوه يثبت. والله والله أسي الشباب من عطبرة قالوا كتموها كتمة في السماء، ودنوباوي كاتمة، الحاج يوسف كاتمة، خلاص الشعب ملط، خلاص الموت بالبطي. انتوا عارفين التضخم حصل 500%، التضخم الدواء رفعوا 400%، 400 يعني موت، يا موت يا الشعب السوداني، يعني موت. البنزين ده قال لك تاني بعد ده حرروا لك كده، فتحوا في الشارع الجيلون تاني، بس مع سعر السوق العالمي. يعني حكومة بتقول لك موت موتك، ها؟ دلقى حاطة وعلى حقيقته. شباب شيروا، شيروا الله يقرب يطلع. شيروا شباب، لسه أنا ما بديت، هاي ما بديت، أنا جايكم. هيثم مصطفى قال تسقط، بتمنى، بتمنى من هيثم مصطفى والكنداكة ميادة والشاعر يوسف وكل الشرفاء يعملون مجلس ثوري الآن، يعملون ورجال المقاومة عشان يقودوا الشارع، لأنه الشارع بعد ده محتاج القيادة، لأنه يا هيثم وعده محتاجين القيادة. زي ما دعيت، صفحتك أقوى على تجمع المهنيين، صفحتك أقوى على تجمع المهنيين. دارين قيادة عاجلة، ما من انتهازيين ولا من أحزاب، من شرفاء، من رجال المقاومة، قيادة الثورة الجديدة، لأنه حكومة حمدوك سقطت. دب شباب، لا أنا ما جيت أقوله. شيروا اللايف ده، ادوني شير، خلوه يدق الأربعة آلاف، خلوه يدق الأربعة، خلاص قربنا الأربعة ما شاء الله، قربنا الأربعة، خلوه يدق. أنا اللايف ضعيف ما بعرف أشتغله، خلق لي سبحان الله مو اشترى، لكن اللايف ميت ما بعرف، ما بعرف يا أخي، إلا يكون في تفاعل فل حتى أقدر أشتغل. قربنا الأربعة آلاف، شيروا شيروا، وتعالوا نديكم الزاد بتاع حبيبتي قدام وقدام. يا ناس عطبرة، سنة على الشارع بس، كوست الشارع بس، الأبيض الشارع بس، خلاص خلاص الحياة وقفت في البلد،
ثلاث القحاطة قتلونا بالبطي، ثلاث صبرنا صبر أيوب على البلح، كل يوم بكرة أحسن، بكرة أحسن، بكرة بدوسوا علينا بالجزمة، نقول بكرة أحسن، بكرة بفتوا فينا بالبطي، كل شطار السمح، وبعد الله رحمة. وحات الله المفكر حكومة قحط والجنجويد دي فيها رحمة وهو قبي. دي رحمة ليش؟ أنا ده كله ما زيت اللي أنا جيت له، لكن دار الناس ده شهير تاني وتالت ورابع وخامس، عشان الله يبدأ ينفخ، عشان الله يبدأ يستعد، خلي بعد ذاك اللي وقفوه قبلان، أوكي؟ شيروا تاني ده 4100، أدونا 4100 شير، أنا مدقوق دقت بلاغات تقيلة، أه؟ 4100 شير وتعالوا، سريع وتعالوا نبدأ، وتعالوا نبدأ، طلع جبرين يطلص ويكذب كالعادة، هو رفعك. رفعك والله قحاطة تاني بعد ما فضلون يقول الشعب السوداني ملصونا لباساتكم ولسه بكذبة. ده ما الزيت اللي أنا جيته، داير الناس تشير عشان أنا أبدأ، داير الناس أنا عندي كلام مهم جدا بهم حياتك وحياة أولادك يا جماعة المعركة، نكون أولادكم بعد ده تاني، نكون أولادكم بكرة الخميس، الشعب السوداني كله في الشارع، والآن الناس تتحرك حرق اللساتك وتقفل الطرق وتقفل البلد حتى سقوط هذه الحكومة التي لا تهتم بالشعب البيموت جوع، الشعب البيموت جوع، الشعب الكتل الجوع، الشعب الوصل مرحلة الضرب على الميت حرام، وما زالت حكومة بني قحط والجنجويدية الكيزانية تضرب في الشعب السوداني بلا رحمة، بلا رحمة، غير مراعاة لحياة الناس وجوع الناس وفقر الناس، وبتزيد عليهم تزيل بيهم، لأنه سكتنا لأنه رضينا الذل، لأنه رضينا الصفوف. وبكرة بقول لك أحسن، من يصدق حكومة قحط وهو قبي، ومن يظن هذه الحكومة ستقد. أنا جايكم لثلاث حاجات خدتها في راسك، كل ميزانية السودان بتقسموها على ثلاثة على أربعة عفوا، التضخم وصل 500%، الجنجويد بياخدوا 35% من الميزانية، الجنجويد اللي بكتلوا فيك ديل، والحركات المسلحة بتاخد 27%، والمجلس العسكري بياخد أكتر من كم 20%، والمجلس الوزراء بياخد له حاجة كده بس قدر كروشون، عشان تعرف إنه أنت ضايع ساي، عشان شباب شيروا الله يبدأ شيروا، أنا عندي الزيت الليلة اللي حميتي، أه الزيت اللي حميتي شيروا اللايف. قبل ما أبدأ في الزيت وقبل ما أبدأ في الحاجات المهمة، الحاجات اللي بتهدد مستقبلي ومستقبلك وحياتي وحياتك، معركتنا مع الجنجويد نكون أو لا نكون. هيثم مصطفى دعا إلى الشارع، بتمنى من تشكيل مجلس ثوري سريع جدا بقيادة هيثم مصطفى والشاعر يوسف والكنداكة ميادة ولجان المقاومة وكل الشرفاء المستغلين، لأنه خلاص الحكومة دي سقطت. الدعوة عامة وأضم صوتي لهيثم مصطفى، الشارع بس تاني يا دول هوي ما تسمع تاني، الهتاف ما في دارين عدالة، لأنه ما في عدالة طول ما حميتو برهان قاعدين، الهتاف تسقط، وحميتي تاني زي الكلب ما يقدر يفتح خشمه، الليلة حميتي جبت لكم زيته من جوا، زي أخته تاني حميتي ما يفتح خشمه، حميتي تاني زي أخته، والله الجنجويد تاني والله إن قلت له إن نبست أمه ما يرفع عليك عينه، لأنه في حصار دول على حميتي، لأنه في حاجات كبيرة أكبر من حميتي، شباب شيروا أكبر من حميتي. هوي أنا قبل ما أبدأ في الزيت وحميتي، الشارع ثم الشارع تسقط ثم تسقط، الخيارات اللي قدامك تموت ثم تموت ثم تموت، شباب شيروا الله يبدأ لسه أنا ما بدأت، لو ما مت من الجوع في بيتك، لو ما مت في الشارع بطلقة حتموت من الجوع في بيتك. تاني المواصلات بالشيل فلاني، ما تسمح طلس جبريل ده، المواصلات بالشيل فلاني، مواصلات جايلون البنزين بقى مليون و300، مليون و300، وكل ما زاد الدولار حيطير السماء. تاني اي شيء تاني طار السماء، الدواء 400% يا قحاطة، الدواء دي حكومة مجانية التعليم، وين النبخ والكذب يا خالد سلكو يا قحاطة، يا وطن جاتك كفاءات، يا وطن جاتك كفاوي، يا وطن جاتك بلاوي، يا وطن جاتك كفاوي، يا وطن جاتك بلاوي، دي حكومة الكفاءات، قال لك خطة إسعافية سريعة، خطة إسعافية سريعة، خطة إسعافية، دي الخطة الإسعافية، دي الخطط الإسعافية السريعة،
دوس على المواطن، دوس عليه ودوس عليه لحد ما يطلع ميتين حبوبته، لا كهرباء ولا موية. ويقول لك اقتصادنا في الطريق الصحيح، هو الميزانية بتاعت الدولة بتقسموها على ثلاثة: البتيخية مناوي وجبرين والميلس مناوي 800 مليون دولار شهريا سنويا، وجبرين ولا وبرهان وحميتي ومجلس الوزراء بيدو حاجة كده كشحة ما تسمع الكذب. والباخرة جاتوا والباخرة الأمريكية دارين يأكلونها بالغاسة. طيب بتشحدوا وتودوا وين؟ إذا كان الحل هو المواطن لماذا سرنا على الكيزان؟ إذا كان دايما الحل هو المواطن البسيط الدوس عليه بالجزمح، الدوس عليه بالجزمح، موت يا مواطن وإنت آخر همنا. إذا كان نحن سرنا عشان دولة مؤسسات مش دولة مليشيات. شباب الله يبدأ شيروا في كل الدنيا، والرسالة للسوار: بكرة الخميس مليونية في كل أنحاء السودان، بكرة لازم ألقى هس الناس دي. طبعا قبل ما لما شافوا الميديا قامت قالوا كان سكت ومشوا القرار، لما شافوا الميديا قامت والسوار قاموا طلع جبرين يطلس أصبروا علينا واقتصادنا في المسار الصحيح واقتصادنا كده كذب ده طلس. بكرة يا جماعة كل السودان الخميس ده، بكرة المليونيات في كل أنحاء السودان، هيثم مصطفى ده على أصغات الشارع وأنا بضم صوتي لصوته، وكل الشرفاء في أنحاء السودان يضم صوتهم إلى صوته، تسقط حكومة الموت، حكومة الجوع، حكومة الطلس، حكومة الشعدة، حكومة الاغتصاب، حكومة أي شيء أنسبوا لها. شباب أنا جاي لحميتي لكن دار الناس تشير عانوا حميتي. حميتي طبعا بالمناسبة كتمت فيه كتمة ما تخطر على بال سوداني، سبحان الله، ولكل ظالم نهاية. والله بعد ده تاني الجنجويدي في الشارع في الخرطوم نديته كف زي اخت راسه ما يرفعه. قلت لكم المليشيا دي هي الخطر القادم والموت القادم، لكن الناس ما سمعت. الكونغرس يا زول تقرير استخباراتي خطير جدا، اسمعوا كلام الكونغرس سريح كده ونوريكم حميتي جري جري. الكلام ده بالمناسبة التقرير ده طلع قبل يومين، لكن حميتي حاسس بالموضوع من بدري، جري جري ودى القروش النيجر، قروشه كلها سحبها من البنوك، لانه حميتي بعد ده بجمدوا ارصدته خلاص، في تقارير ماشية في تجميد ارصدة مليشيا الجنجويد. اسمعوا الكونغرس قال شنو، السودانيين ما منتبهين لخطورة المليشيا دي. اسمعوا الكونغرس، انا برجع بترجم لكم قال الكونغرس. شباب شيروا ده قبل يومين. اسمعوا يا شباب. I was going through my questions here and everybody seems to be sort of reading off the same sheet now, but I appreciate that. There's been reports that there are tensions between the Sudanese military and the Rapid Support Forces, the RSF. Should fighting break out between the security forces, what would that conflict look like? Both y'all can take a shot at it. Well, Congressman, I started by noting that we consider the RSF an entity that the TMC must be accountable for and must control. We understand that there are some tensions. We've certainly seen it play out with respect to what happened on June 3rd. I think it's very clear that the RSF was at the fore of that. The RSF initiated that action. And so our pressing the challenge today is to say, you must hold these people accountable. You must rein them in. You must stop violence. التسجيل ده لافلتوا على الكونغرس ده له يومين. له يومين. حرخص لكم ناس الكونغرس قالوا شنو؟ قالوا نحن نشعر بالأسف الشديد في تزايد هذه المليشة وتصاعدها بطريقة متواترة. ويجب فرض عقوبات عليها ومحاصرتها. يعني الكونغرس بيقول إن السودان غير آمن، أصبح دولة مليشيات. الأمريكان بيقولوا نحن يجب أن نتدخل إذا دعا الأمر. يجب يعني حميتي جري الأماراتيين قالوا له هذا هوي لنقريشاتك، سحب القروش من الأمارات جري والله جري أخوه جري وداها النيجر بطيارة. حميتي كتبت فيه فوق وتحت هيجمدوا عصر سطو، بعد شوي هيتحول لميليشيا إرهابية هوايات الكتل والموت. حميتي كتمت فيه بالمناسبة ده كلام خطير جدا وكبير جدا، إنه الكونغرس يشعر بالأسف والأسى تجاه تزايد هذه الميليشيا الجنجويدية وبيحملها فض الاعتصام القاتلة هذه الميليشيا. بقول لك السودان بلد غير آمن
ونحن بنراقب بطريقة قال لك دؤوبة تزايد هذه الميليشيا بهذه الوريدة بهذه الوتيرة السريعة. انت في السودان ما جايب خبر؟ في السودان ما جايب خبر؟ والامريكان بيتكلموا انه في خطورة على حياة كل مواطن سوداني من هذه الميليشيا، من هذه الميليشيا. حمدتي خاف جري من تجميد ارصدته في كل البنوك، جري من خطوات امريكيه متسارعه بوتيره سريعه جدا لتجميد اموال هذه الميليشيا الجنجويديه القاتله المجرمه التي اسست على اساس عرقي، التي لم تقدم الى الشعب السوداني حتى الان غير الموت. جري ولما قريشات وداها النيجر حينيتي الآن بيبحث عن مخارج آمنة. الأمارات شباب شيروا اللايف ده، الأماراتيين قالوا له يا زول هوي. طبعا إدارة بايتين تختلف من إدارة ترامب. ترامب كلب كان للعرب، العرب دفعوا له المليارات واشتروه. بايتين ده ما عنده حاجة للسيسي ولا عنده حاجة لمحمد بن زايد ولا محمد بن سلمان، بل بالعكس عطل صفقات أسلحة كثيرة جدا ماشية للسعودية وبيحمل محمد بن سلمان جريمة مقتل خوشوكجي. اوكي، عشان كده يا جماعة استفيدوا من الزمن، استفيدوا من الزمن. الأمريكان في صالحنا الآن، المجتمع الدولي في صالحنا. الأمريكان بيقولوا بالحرف الواحد إذا لم يتدخل المجتمع الدولي سنتدخل نحن. الأمريكان حيتدخلوا، قالوا إذا جدة طاري. حميتي بعد ده تاني بقى زي أخته محاصر في كل مكان، محاصر في كل مكان. حميتي تاني كتمت فيه فوق وتحت. يعني يا حميتي سبحان الله، حميتي بيفتري على الجيش بيقول له ما بدمج، بدل ما الجيش يفتري على حميتي، على الناس اللي ركبت دبابير من الخلا، حميتي بيجي يفتري على الجيش. حميتي لما خلاص وصل بالغرور بقى يفتري على الجيش بدل ما الجيش يفتري عليه. ذول قرق كلية الحربية وذول جا من الخلع، ذول جا من الخلع مؤهلات الموت والكتل، بيفتري على الجيش. لا ما بدمج رجالة كده. عجبكم ولا ما عجبكم؟ لكن حميتي قال الدنيا دي فوضى. والله يا حميتي بعد ده تاريخ تشرب ما تروح. أمسك الخشبة ده حميتي، أمسك على السودانيين الموجودين في الولايات المتحدة. الرجوع إلى المظاهرات أمام الكنغرس لفرض عقوبات جديدة على المجرم الجنجويدي الإرهابي حميتي. ويا السودانيين في أمريكا، الآن زي ما تحركتوا للبشير، الآن وجب عليكم أن تتحركوا الآن كلكم من كل الولايات المتحدة الأمريكية لمظاهرات عارمة وتسليم الكونغرس مذكرات لتفكيك هذه الميليشيا الجنجويدية النيجرية التشادية القاتلة المغتصبة المجرمة. هاي حميتي زي التعايشي، حميتي هو الخطر القادم وحميتي هو الموت القادم. العش اتغدوا بحميتي يا سودانيين، كلام ده ما هزار. اتعشوا بحميتي قبل ما يتغدابكم، اتغدوا بحميتي قبل ما يتعشابكم. هاي لو انت مفكر الجنجويد لعبه راجع حساباتك. عشان كده لازم كلنا تتضافر الجهود لتفكيك هذه الميليشيا. كلنا لازم كسودانيين بعد ما تسقط الميليشيا دي لازم تتفكك. ما دارين جيشين في دوله واحده، ما دارين جيشين في دولة واحدة. ويا سودانيين والله تندموا يوم ولا ينفع الندم. والأمريكان الأمريكان دول عندهم مخابرات في كل أنحاء العالم، تقارير استخباراتية بتقول لك نراغب عن كسب تطور هذه الميليشيا ونموها بهذه السرعة وتسليحها وبقت أقوى من الدولة. وقال لك على المجلس العسكري، كلام ده واضح كلام الأمريكان، على المجلس العسكري وضع حد لهذه الميليشيا وإلا سوف نتدخل نحن. كلام ده ده تقارير أمريكية، استخبارات أمريكية قالت الكلام ده والتقارير دي. حميدتي الآن في فتيل كبير، حميدتي الآن محاصر، سحب قروشه من الأمارات، وهي المعلومات أكيدة جدا، وداها النيجر. هي عبارة عن 8 مليار دولار سحبت من بنوك الأمارات وحولت للنيجر لكي ينجو حميدتي من تجميد أرصدته. إذا حصل كان أسوأ الافتراضات، حميدتي بيفتكر شباب شيرو بيفتكر أسوأ الافتراضات إنه تجميد أرصدته، يشيله يوديها برا قبل ما يجمدوها. خارج القروش سريع سريع شباب شيرو،
شيروا اللايف ده ما ينزل، والدعوة إلى الشارع، الدعوة إلى صغار الحكومة. عانوا يا شباب، عانوا يا جماعة، عانوا حكومة حمدوك. يعني حسي حاليا يعني دي بيغرفوا في الموية، بيغرفوا الموية، الموية دي عشان يمشي يشربوها، يعني الموية في الجركان دي ماشيين يشربوها، وده حمار ودي نعجة وده جمل، وكلهم بيشربوا من حتة واحدة. يعني بجد هذا المستقبل دي معاناة حق الناس فعلا، يعني يدخلوا لها يعني ده. حتى لو في زول جه هنا يستثمر وحفر بير وحط قروش في جيبه وهم فرحانين، يا هلنا لو في زول جه حفر بير وبعدين المويه رضيانين. صنع بروه سننتصر. شفتوا ده حال الشعب السوداني، ده حال الشعب. شباب شيروا شباب الشارع بس، تسقط يا ناس حكومة الطلس، تسقط حكومة الطلس، تسقط حكومة الموت، تسقط. عانوا الحال، عانوا الحال، وصلوا وين؟ ولسه القحاطة مستمرين في الإزلام. والله ماني قادرين. ويا أخوانا أنا عندي 7 بنات وعندي ولد، والحكاية كعب كل الناس اليوم يشغلون. يا أخوانا والله تعبنا وغلبتنا المعيش. الزمان عمر البشير كانت الحكاية فجي شوي، السعدال غلبوا أسا غلبنا الشغل، نحن جعانين كل يوم، البنات يكوركن يشاكلن فيه والمرة تشاكل فيه، وحكايتنا بقت كعب وانا عيان وعندي عملية، يا أخوانا ساعدونا الله يساعدكم. شيء مؤلم ومؤسف، ولسه بذلوا في الشعب، شباب الناس ما تمر قرار أقول كلام كثير، ولسه بذلوا في الشعب، ولسه بيضغطوا في المواطن، ولسه بدل ما يرفعوا المعاناة. الوصل السنتين ديل بالمناسبة أسوأ من الثلاثين بتحت الكيزان، السنتين ديل أسوأ من الثلاثين بتحت الكيزان، ولسه بيدوسوا عليك بالجزمة وبتقاسموها بيناتهم. حميدتي تلت، ومناوي تلت، والمجلس العسكري تلت، وحمدوك شوية مع القحاطة اللي كرشته تلت. مريم الصادق المهدي شغالة سياحة، اليوم قال لك جات مع وزير الخارجية المصري، شغالة سياحة من بلد لبلد بطيارة خاصة، 22 زيارة بطيارة خاصة عشان تعمل شنو أنا ما بعرفه. شباب شيروا اللايف ما ينزل، عشان تعمل شنو ما بعرفه. حمدوك أكبر خازوق في تاريخ السودان، حمدوك الماسورة الكبيرة، جاكم صنعبر وصنعبر، صنعبر عبرنا، عبرنا إلى المقابر، عبرنا إلى مسوان الأخير، عبرنا إلى الموت، عبرنا إلى الجوع، عبرنا إلى تسعة طويلة، عبرنا إلى يا جماعة الليلة في بحري الناس شغالة تلهب، محلات حرقوها والناس تلهب، ناس جات يا جماعة، الناس تعبت يا جماعة. القحاطة عظيمين الدين والضمير والأخلاق ما زالوا بذلوا في الشعب السوداني وبندموا انهم طلعوا ثوره. شباب شيروا اللايف ده ما ينزل، انا اقول كلام كثير، وبندموا انه طلع ثوره بذل القحاطه شبه الرجال مع الجنجويد والعسكر زي الكيزان، بذلوا في الشعب السوداني وكل يوم بيجوعوا فيه. والسياسه دي من زمان ماشيين بها، لكن خايفين بيجرعوك اياها شويه شويه. والله العظيم الناس دي مين ما جات، فهمت علي؟ مين ما جات دقيقه شباب شيروا، شباب شيروا ده انا بوريكم الفيديو ده سريع كده، ده ما الحاجه اللي جيت اقولها، لكن ده انا بوريكم الفيديو ده. اسمعوا لي الفيديو ده يا جماعه، شيروا اسمعوا. خالد سلك كل يوم كده نجيب لكم من البدايه. شيروا شباب اسمعوا، خالد سلك قبل ما يبقى حكومه دي أول مرة يزيدوا الجهل والبنزين عشان يقولوا دي مشكلة اقتصادية. الزيادة دي ما بتجي كل يوم. هسي لما بقيت حكومة يا خالد سلك يا بخشمة زي مؤخرتك الزيادة وقفت. السنتين دول أسوأ فترة في أسوأ بالمناسبة حكومة حمدوك دي أسوأ حكومة مرت على تاريخ السودان، والله دي أسوأ حكومة. الزلت الشعب السوداني وكسرت كبرياء الناس وجوعت الناس وكتلت الناس وشرق والموت. بالمناسبة هسي دارفور كم و 30 واحد ميتين، والموت في بورسودان مدور الناس يا جماعة. بعد الشارع أن إحنا الكلام ده تعبنا منه الشارع بس يا دول. بكرة الخميس، بكرة الناس جد في الشارع كفاك مستني شنو تعني. من ينتظر خير من هذا الحكومة؟ أنا بقول له وهو قبي
يا هذول لك سنتين انت ما بتوعى اتدوز هذول هسه حرروا الدواء نهائي 400% الدواء زادوا يعني علبة الدواء لو بتجيبها زمان ب 2 مليون حتجيبها هسه حاليا ب 8 مليون الدواء 400 المشكلة في الدواء المواصلات هينة البنزين هين المشكلة في الدواء الدواء يا ناس الدواء يعني لو ولدك مرضان ودار يموت الدواء اللي بتشتري ب 2 مليون حتشتري ب 12 مليون يا ناس البلد يا ناس الشعب انتهى شير الله يبدأ شباب يا ناس الشعب ده مات بالبطي يا ناس لا كهرباء ولا موية ولا عيش بيقوا يأكلوا الشعب السوداني ردة بيأكلوا فيه قاسة يشحدوا شايلين كورته شباب شيروا الله ده ما ينزل أنا جاي للمصريين شيروا من رباط المصريين شايلين كورته يشحدوا من كل أنحاء العالم وبعد ده كبنا في كروشهم طيارات خاصة المواطن السوداني ما بينوبوا إلا الذلة وإلا الجوع وإلا الإهانة شغالين هان إحنا ماشيين كويس سنعبر سننتصر وليلة سنتين أن إحنا ما والله إلا كان تعبروا على جمومنا إلا كان تعبروا نص الشعب السوداني ميت شير الله يبدأنا شباب جاي للمصريين إلا كان تعبروا ونص الشعب السوداني ميت يا ناس إنتوا يا جحاطة واعين ها واعين للي بيحصل ده إنتوا حاسين في آلام الناس ولا خلاص بقيتوا حكومة زمان ما كل جحاطي فوت فدادي لسانه قدر كده الحكومة الكيزان الدولة العميقة غليتونا سويتونا أمرقوا الشارع أطلعوا الشارع سكاتكم فات الحد زمان ما لسناتكم قدر كده أولاد الفداديات تكوركم كلكم بيبوشي الدولار طار السماء بيقى بي 60 أسي الدولار بكم يا بوشي البنزين اللي بتتكلم عنه بكم يا خالد سلك ولا أسي بقيتوا حكومة خلاص انتوا صح ارفعوا الدعم عن البنزين حر الدولار حر الدواء أي المواطن ده طلعوا ميتينه أقول لكم حاجة دنقرونا هاي نملص لباساتنا لكم يا جحاطة اركبونا عديل اركبوا الشعب السوداني ده رجال ونسوان يا اخي انتوا ما بتخجلوا ما بتحسوا ما عندكم ذرة احساس في الناس اللي ما لاقية تاكل ما عندكم ذرة احساس ويا ناس وي حقك ما بجيك من البيت حقك تلاوي وتقلعوا الحكومة دي كان ما قلعناها البلد دي ما بنصلح حالها لأنه الذهب مسيطر عليه وحميرتي لأنه الاقتصاد ماسكه وحميرتي لأنه العسكر ماسكين كل حاجة لأنه القحاطة ما عندهم خيار وإلا إذلال الشعب السوداني ورفع الدعم عن كل حاجة شباب شير الله يبدأ أنا جايكم يا مصريين جايكم يا أولاد فوزية خلوني الخاتب السوداني شوية وجايكم أكتب لي 100 تعليق تسقط بس نحن طلعنا عشان دولة مؤسسات مش دولة مليشيات مش دولة جنجويد رباطة يخطفوا الزول ويجيبوا ميت مش دولة أي زول داير كومو مناوي داير 700 مليون حميتي داير 35% البرهان داير كم 20% اتقسموها بيناتهم البشحدوها البنهبوها البسرقوها بشحدوها بيناتهم وبعد ده يقول لك والله الدولة العميقة الدولة العميقة رفعت الدعم ما زمان بيشة كلكم بتبكوا بيدمحكم يا جحاطة يا مرقو دي ما حكومة محترمة الدولار طار السماء هسي ربع الدعم منه انتوا توعيين للي بيحصل ده انتوا بتكتبوا سقوطكم بيديكم الجحاطة لسه بيسوي اصبروا ويا دوب الاقتصاد في مساره الصحيح اصبروا ويا دوب البلد ماشي صح يا جحاطة البلد اللي بقت فيها 100 جيش البلد اللي بقت فيها يا زول انت بتتكلم عن عدالة حتى الآن لا عدالة ولا مساواة عدالة مع الجنجويد انت بتتكلم لي عن حرية وحتى الآن انا بطلع الشارع باخذ طلقة في راسي انت بتتكلم لي عن عدالة اجتماعية وحتى الآن انا احلامي عيشة يا جماعة دار يركب من بيته لحد ما يمشي جامعته كطالب يوميا داير له 1000 جنيه اللي هي مليون يجيب من وين ابو المسكين كهرباء ما في كهرباء يا اخي انا اديك قروش وتجبرني ادفع المويه مقدم وما في كهرباء وبقروشي ما في كهرباء انا يا اخي ميتينكم يا اخي سرق اكثر من كده كيف انا اقول لك يا ابن الحرام ده حق الكهرباء وتجبرني ادفع مويه مقدم ونفايات مقدم وما في كهرباء سرق اكثر من كده كيف ليك سنتين انجازك شنو لك سنتين سويت شنو؟ لك سنتين يا قحاطي وريني انجازك شنو غير سيداه اللواط والدعارة
وراني انجازك شنو يا قحاطي على ارض الواقع. عشان كده اكتب لي تسقط وهاشتاك تسقط لازم يدق السما. اكتب لي 100 تعليق تسقط ثم تسقط ثم تسقط ثم تسقط ثم تسقط. والتحية لك يا هشام مصطفى، صفحتك اقوى على صفحة تجمع المهنيين. والتحية للجان المقاومة، والتحية لكل الشباب، والتحية لهنا في عطبرة، والتحية لهنا في سنار، وكل الناس تمرق الشارع. بكرة الخميس الشعب السوداني كله في الشارع، بكرة الخميس السودان كله في الشارع. تسقط لحد ما تصمت، خلاص كفانا، شبعنا ذلة، شبعنا إهانة، شبعنا جوع، شبعنا عوج. حتى طلب الفول بقى ب 500 جنيه. طلب الفول كم شت فول كده، كم شت فول ينبشة كانت ب 25 جنيه. ها ينبشة كانت ب 25 جنيه ولسه بيكذب وبطلصه، يقول لك سنعبر وسننتصر، سنعبر وسننتصر. والله لك أن تنتصروا على معيداتنا، على معيدة الشعب السوداني. تنتصروا على منو؟ تنتصروا على منو؟ يا تنتصار جبتوه انتوا حاسين يا اخي، يا اخي عانوا الناس وصلت وين؟ شباب شير اللايف ده ما ينزل. عانوا الناس الحاله اللي وصلت لها، عانوا الحاله المتقدمه من الاذلال وكسر كبرياء الشعب واذلال الناس وقهر الناس وتجويع الناس. الناس بقت تبكي تبكي. شيابنا ده في عادك يا حمدوك، ده في عادك يا حمدوك، ده في عادك يا حمدوك، ده في عادك يا خازوق، ده في عادك يا حميرتي، ده في عادك يا برهان يا ابن الحرام. عمر البشير كاد الحكايه فجي شوي السعداء غلبوا، هسه غلبنا الشغل، نحن جعانين كل يوم. البنات يا كوركني شاكلين فيه والمرته شاكل فيه. الله ينعل شكلكم. تعب وانا عيان وعندي عمليه، يا اخوانا ساعدونا الله يساعدكم. عليكم والله قهر اكثر من كذي، زول عمره 70 سنه يبكي عشان بناته جعانات، وما زلت انت بتزيد عليه وبتدوس عليه بالجزمه، ما زلت بتدوسوا على المواطن بالجزمه. الحمير تشرب والناس تشرب، الحمير تشرب والناس تشرب. الحياه الكريمه في السودان اصبحت مستحيله، الحياه الكريمه في السودان اصبحت مستحيله. شيلوا شباب ولسه في ناس منتظره وبكذبوا وبطلصوا عليكم. التحيه لك يا هيثم مصطفى قدام جو هيد، صفحتك الان اقوى على صفحه تجمع المهنيين، وما حنلقى ساير زيك ونظيف زيك ولا انتماءات حزبيه ولا بحته. وعرضوا عليك وزير الشباب والرياضه ورفضته. والتحيه للجان المقاومه وقدام السودان كله في الشارع. شباب شيروا اللايف ده، انا جايكم لحاجات كثيره جدا. شيروا لي اللايف ده في جروبات المصريين. بكره الخميس الناس كلها في الشارع. اوكي عليكم الله عانوا العيش، وخذوا لكم نظره كده على العيش في السودان، عينوا اللي فيه تريد. عليكم الله الكلاب تاكل ده، عليكم الله الحمير تاكل ده، عليكم الله عانوا الاذلال بتاع القحاط اشبه الرجال اللي كانوا 30 سنه بيكذبوا علينا ليل ونهار ليل ونهار. الحياه الكريمه والخطط الاسعافيه ومجانيه التعليم. بالمناسبه النازل حاجاتهم عاملينها جاهزه لكن بدوك اياها جرعه جرعه. حتى الكتاب المدرسي لما الناس دقت جرس وقالوا ده منهج ما 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 بيتوافق مع معتقداتنا وديننا، حمدوك رجع خلى الناس فارت زي اللبن وسكتت ومشي الكتاب. يعني حمدوك راجل كذاب ولا بيحترم شعبه. المصريين انا عندي لكم هديه وتاريخكم العظيم العريق. المصريين دخلوا لي جروبات المصريين سريع سريع. اسمعوا يا اولاد فيفي عشان ما تشبكونا تاريخنا 7000 سنه، وانا جايكم لصد النهضه ولا حاجات كثيره. اسمع الكلام ده. 7000 سنه تاريخ وحضاره هم علمونا كده من سنين. الهكسوس احتلوا مصر ما بين 1648 ل 1540 قبل الميلاد، يعني حكموا مصر 108 سنه. الاشوريين احتلوا مصر 16 سنه، الفرس احتلوا مصر 120 سنه. الفرس رجعوا تاني واحتلوا مصر تيك اواي كده 11 سنه. مش احنا اللي خرجناهم من مصر، لا، ده اليونانيين جم طلعوهم وقعدوا هم. اليونانيين بقى احتلوا مصر بقياده الاسكندر الاكبر لمده سنتين. البطالمه اللي هم اصلا يونانيين برضو كملوا احتلالنا لمده 300 سنه. ده الرومان بقياده اوكتافيوس هم اللي جم طلعوهم وقعدوا مكانهم، واحنا برضو قاعدين بنتفرج. الرومان بقى احتلوا مصر 360 سنه، ما بين سنة 31 قبل الميلاد وسنة 395. بعد 360 سنة احتلال من الرومان، اوعى تفتكر ان شعب مصر العظيم صحي من النوم وقال لا
ده البيزنطيين هم اللي جم طلعوهم واحتلوا مكانهم. البيزنطيين اللي هم رومان اصلا احتلوا مصر 310 سنه، وبرده بعد ال 310 سنه دول اوعى تفتكر ان شعب مصر العظيم صحى من النوم. لا، جه الفتح الاسلامي هو اللي جه طلعهم وشقلطهم. يعني برده مش المصريين اللي طلعوهم. يعني مصر بالصلاه على النبي قعدت 1255 سنة تتفرج على الدول اللي تيجي تحتلها ويحاربوا بعض، وده يجي مكان ده. ده غير بقى ان احنا البلد الوحيدة اللي حكمها مماليك. عارف يعني ايه مملوك؟ يعني عبيد. العبيد دول حكمونا 267 سنة. حتى المماليك عنو بيقول شنو محتاج مطر. حتى المماليك انا زمان كنت بحترم محتاج. بالمناسبة المماليك دول هم دولة جوش الفراعنة، حكموا مصر 1300 سنة. يعني اللي انتم بتقولوا عليهم سود وعبيد ديل كانوا حاكمين لكم 1300 سنة. عن اي حضارة بتتكلم 7000 سنة وانت محتل 3500 سنة؟ ما تجي تقول لي حضارتنا العظيمة وانت كنت محتل 3000. بيجي ده بيحتلك، ده بيحتلك 3500 سنة. تاريخ مزيف. تاريخ قالوا لك في التاريخ يا ود الرقاصة، قالوا لك في التاريخ انه السود الفراعنة حكموك 1300 سنة. قالوا لك في التاريخ كده، قروك في التاريخ المصري انه السود اللي انت بتقول عليهم عبيد حكموك 1300 سنة. جاي تقول لي الملك فاروق حكمكم وحكم مصر والسودان؟ الملك فاروق كان معرّص الاتراك والبريطانيين. انت ما حكمتنا، انت ما حكمتنا. دولة جوش كانت تحكم مصر والسودان. دولة جوش كانت تحكم مصر والسودان 1300 سنة. دولة جوش السودانية، مملكة كوش، مملكة كوش عفوا، مملكة كوش كانت تحكم مصر والسودان 1300 سنة. والحضارة اللي انت بتتكلم عنها دي، عندكم هدية شباب شيروا اللايف ده سريع. عندكم هدية يا اولاد فيفي سريعة. هدية سريعة يا مصريين. والله الليلة اردبكم الردم. شغالين تردموا فيها بروحها في ليل ونهار. شيروا اللايف ده في جروبات المصريين. شيروا اللايف ده. عقل هدية دي. بالحس، بالسنس. يعني فقرك او غناك مالوش علاقة ان انت، انا اسف بقى معلش بس انا بكلمكم بكلام اللي ما تسمعوش من حد تاني. عمركم في اعلامي حد قال لكم استحموا كل يوم؟ استحموا. عمركم شفت مذيع بيقول لكم لو سمحتوا استحموا كل يوم؟ ريحتكم عفنه. انا بقول لحضراتكم لو سمحتوا استحموا كل يوم. والفقير اللي فيكم قبل الغني. مش يتحمى وتعالى اتكلم مع ابو رهف. كامل امين دعوه للمصريين عشان يستحموا كل يوم. والله بتفرق. ريحتكم طالعه. والله مهمه. والله ده جزء من ان بلدنا تتقدم وتتطور. ما احنا لما نبقى نضاف يعني سلمني نضيفه سلمك نضيف. هنشتغل بنظافه وهنتعامل بنظافه وهنحب بعض اكتر، مش لما الاثنين مصريين يقابلوا بعض فياخدوا بعض بالحب الاثنين يعملوا كده هو اعوذ بالله كانه فتح علبه سردين في وشه. ليه؟ عشان ما بقاله 7 ايام ما شافش الميه. ليه ما شافش الميه بقاله 7 ايام؟ عشان يقول لك يا عم انا فقير. ايه علاقه الفقر بالموضوع؟ ما تعرفش. ايه علاقته انه يسيب دقنه؟ يعني اللي عايز يسيب دقنه بشكل عامله قصده ولوك ومنظر وبتاع ماشي حر، لكن اللي سايب دقنه قرف ولا يأس ولا يقول لك مالوش لازمه يعني على الشكل الحلو اللي عامل بيه ايه ولا بتاع؟ لا الحقيقه لا. والناس اللي بتنزل من بيتها ما بتسرحش شعرها. ده له علاقه بالغنى والبتاع. هي مشت كده ان شاء الله كل حتى مش لاقي تشتريه هاته من الزباله هاته من الارض مشت واغسله كده في الميه هيبقى مشت نظيف. انزل ما بقولكش يا عم هات حط دماغك تحت الميه وبس وهات المشط وسرح شعرك بس وانزل. ده بيقول لكم يا مصريين امشوا استحموا. بيقول لك المصري لما يتكلم مع مصري ريحه خشمه زي علبه السردين. تسوقوا وتعالوا اتكلموا معانا. تسوقوا ها تسوقوا وتعالوا اتكلموا معانا. ها مؤمن منو ما بعرف الود زي اخته ده اللي بيتكلم عني. شايف لايفك لما تتكلم عن ابو رهف شايفه بيصل 3 مليون. لايفاتك العاديه ما بيشاهدوها 150 ألف. يا كويس عملنا لك شهرة. شباب شيروا اللايف ده خلوه يمشي وخلوا المصريين يسمعوا الكلام ده كويس. امشوا تحمموا وتسوقوا وتعالوا تكلموا مع الشعب السوداني. امشوا تسوقوا
ونظفوا عفنكم. بالمناسبة ديون مصر، ديون مصر بلغت 135 مليار. ديون مصر الخارجية، امش حل ديونك، ها حل ديونك وتعال اتكلم عن مصر العظيمة. ها انت اسمع الكلام ده، اسمع دي هدية لكم برضو يا مصريين، اسمع الكلام ده، دي بتبلدكم كمان. يا دينا يا دينا، اتكلمي على سد النهضة. انت بتكلمي على سد النهضة ليه؟ انت بدأ تعليقات ومسجات. حاضر حاضر يا سيدي، انا هتكلم لكم على سد النهضة. اقول لكم ايه؟ اقول لكم ايه؟ اقول لكم ان الرئيس بتاعنا لمؤاخذة اللي معرفش مخه كان فين ساعتها، راح يمضي اتفاقية مبادئ ممنوع اي حد يتدخل بيننا احنا الثلاثة، احنا وانا مصر والسودان واثيوبيا، وممنوع حد يحاول ان هو يصلح بينهم، وما فيش اي حاجة واضحة في اتفاقية المبادئ دي تنص على عدد قد ايه، كم مكعب مية هيتاخد مننا، ولا اسلوب الملء، ولا اي حاجة كده، حاجة عايمة، حاجة ضايعة، ملكش اي حقوق. اتكلم اقول ايه؟ اتكلم اقول انه قعد طلع بعد ما لقى الضجه والشعب المصري بدا يتكلم على موضوع سد النهضه ده قبل الملء بشهرين، قاعد يقول لك انا محدش هيلمس مصر واللي هيأذي مصر، وطلع مع بتاع اثيوبيا يقول له قول والله ان انت مش هتمس بمياه مصر ومش هتأذي مصر. يا راجل احنا هنقضيها قول والله؟ ده انت واحده كانت بتقول لك في الانترفيو بتاعتك، كان بتقول له ايه؟ انا لسه عامله فيديو عنها امبارح، بتقول له وفقك الله، ضحكت قوي. انت حتى مش مؤمن بربنا يا راجل، رايح تحلف الراجل، انت ضايع خالص. وبعدين حضرتك اهو قعد طلع وقعد يقول لك واحنا وهنعمل الحرب وهنعلق الدنيا وهكسر وهسوي وهعمل والجيش، ويطلع لك فيديوهات على الجيش، طلع لك فيديوهات ما اعرفش ايه، وشغل شؤون المعنويه دي بتاعت مصر، وشغل الجان، وحاجه اخر خرا. سوري بقى، يعني خلاص بقى الواحد ده يفضل محترم لحد حاجه اخر قرف. ويوم ما راح يتناقش مع راح علشان يتناقش ويتحور على الملء التاني، حضرتك ده ما كانش رايح يتحور على الكميه، ولا راح يتحور يقول بلد هتضيع، لا لا لا، راح يتحور على الميعاد. يعني هو زعلان ان الملء هيبقى بسرعه. لا لا بالراحه كده عشان ما حدش ياخد باله، يعني احنا نجيب بس بالراحه، بس ما تعملوهاش فجاه. قالوا له يا بابا روح بلط البحر انت والشعب بتاعك وانا مالي. طلع يقول لك انا هضرب، طلعوا لك اشاعات وحرب وهنرجع للحرب، واي خرى واي كلام في اي هري. فاكر نفسه دوله؟ لا انتوا، ده الحكم العسكري مسخ مصر، مسخنا، احنا بقينا الشعب ممسوخ ووطن ممسوخ ممسوخ. عشان كده الواحد بيبقاش يطلع فيديوهات قرف، بقينا مسخه مسخه. وادي الملء التاني اهو شغال، والف مبروك عليكم. كمان كام سنه هتلاقي ميه دي مفيش في مصر، هنبقى عاملين زي الصومال. الف مبروك ودمتم، وخليكم كده ماشيين ورا البهرجه والخيبه اللي احنا عايشين فيها، والجيش وحامي الحمى ومش عارفه ايه، وهو لا حامي الحمى ولا حامي النيله، بيع البيت باللي فيه، بيع الارض بالبلد باللي فيها، بيع كل حاجه، بيعنا احنا شخصيا كشعب. يعني احنا اساسا شعب كده ايه اللي هو عجله انتاج، احنا بس ننتج عشان هم يحطوا في جيوبهم، واحنا ايه نقعد بقى ايه نشحت جوه البلد او يطفشونا بره البلد، حاجه من الاثنين. وعلى فكره بقى برضو ما عنديش اي مشكله مع النظام اساسا، وما هربتش من البلد، وعشان بس التعليقات الوسخه اللي هتيجي دلوقتي، ولا انا هربت من البلد، ولا انا عليا قضايا، ولا انا عليا اي حاجه اساسا، وانا اساسا عايشه من بره من قبل ما السيسي ده يجي للحكم، ومن قبل مبارك ما يمشي، ومن كل القرف ده. بس انا بس ضميري واجعني على البلد اللي بقت مسخه، وعلى الشعب اللي بقى يلا. وادينا اتكلمنا على سد النهضه، لازم حرقه الدم يعني. حتى الآن مصر العظيمة وجيشها العظيم لا يملك إلا قرارات. قال لك وزيرة الخارجية السودانية ووزير الخارجية، وزير الخارجية المصري سيطلعان بيان مشترك، بيان تنديد، طلب يطلع بأمركم. القافلة تسير والكلاب تنبح، وبلح يتفرج وبرح يرقص آه نص. القافلة تسير والكلاب تنبح.
يسيب يتحد. أبشركم يا مصريين بجفاف مزلزل لمصر. الغابلة تسير والسيسي ينبح. وروني حيلتكم ايه يا ابو جيش. انت وين جيشك يا ابو جيش؟ الملأ الثاني بدا الملأ الثاني. سيوبيا قالت نحن بدينا بالملأ الثاني وجيشك ما زال يجذب ويردد. وبيانات وتصريحات. ها ولا انت هنا يا ابن الرقاصة؟ وين جيشك العظيم؟ بس جاي تنبذوا فيها العب السوداني العب الاسود. لا 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 لا. وضربنا السد ضربنا السد يا جدع. رئيسني لانه المصريين ضربوا السد يا جدع. رئيسنا جدع رئيسنا جدع رئيسنا. ها هسي وين جيشك العظيم؟ كلام بق. انا قلت لكم السيسي ده بق. ده جيش كنترول في امريكا يا ابن الايه. بق بق بق. مصر كلها بترد علي لما انزل لايف. لايفي كل بيحرق مصر كلها. ها بلح بق. حتى الان وزير الخارجيه المصري سامع شكري الان في السودان حتى يحصل على بيان. سوداني مصري بالتنديد بالتنديد. ودي حيلتك ده كله طلع معاكم التنديد. وسد النهضة الآن الأبواب مشرعة للتعبية. وموية تانية ما تشوفها مسكرة. شفت الموية دي؟ احنا يا نتقسم بالتساوي يا ما في. شفت الموية دي أولاد الرقاصة أولاد فيفي. ما في موية تاني بالتساوي يا عمنا. نحن 33 وانتو 33 والاثيوبيين 33. حنضرب السد وحنفجر السد. فجرته بالصواريخ البالستيكية زي ما قال بلحة. فجرته السد. المصريين فجروا السد. انا خفت يا اخي. يا اخي والله الجيش المصري ده عظيم. او ماي جود. جو هيد السيسي فجر السد. السد فجر. والمصريين عملوها. جيشك ده يا عمي بيجي بينافغ لك بيقول لك شويتين للراية الداخلي عشان ينفخ لك بيهو. يقول لك ده اللي قرب مصر. حشيل من وش الدنيا. تشيل شنو انت يا بلحة؟ وانت رجال عشان تشيل؟ ها تنار وصرافين ولا سيبش الجزيرتين اللي ادتهم السعوديه. قال لك البرلمان هو برلمان في مصر. ما كله بيقول السيسي دايس عليكم بالجزمه. السيسي يبقى رئيسي. السيسي خلاص يا عمنا. مويه ما في تاني. ما تحلم. اثيوبيا عملتها وبدت تعبي وانت لسه. بيانات جذب. أقول لكم حاجة يا أولاد فيفي. تعالوا جيبوا فيفي ونفشي نرقص قدام السد. بليس يا أبي أحمد. بليس ما تعبي. بليس عايزين الموية. ده جيشكم. بليس عايزين الموية. يا أبي أحمد. أنا عايزين موية. بليس يا عمو أبي أحمد. ونترجى هؤلاء الجبابرة الإثيوبيين الذين كسروا شوكة الجيش المصري اللي كان بيقولوا عنه عظيم. ها ما قلت والله انت الإعلام المصري والله ده الرئيس قالها. الملي الثاني خط أحمر. ده الرئيس عمل خطوط شنو يا أبو خطوط. ده الرئيس قالها. التعبية الثانية خط أحمر. ده الرئيس عمل خطوط. شنو يا زلم؟ خطوط شنو يا مهبول. السد بدا يعبهون. اوشكوا على التعبية الثانية. بالمناسبة بدت من يوم 12/6 والان نحن يوم 9/7 ولسه خطوطك الحمراء هي بيانات شذب. وعليكم اللعنة. عانوا الكذب والنفاق بتاع المصريين. قال لك 7000 سنة حضارتنا. 7000 سنة وهم حضارتهم نفاق وطلس. كانوا 3500 سنة محتلين من احتلال مختلف عن الحضارة المصرية. ده محتز مطر. 7000 سنة تاريخ وحضارة. هم
هم علمونا كده من سنين. الهكسوس احتلوا مصر ما بين 1648 ل 1540 قبل الميلاد، يعني حكموا مصر 108 سنة. عن تاريخك احتلوا مصر 16 سنة، الفرس احتلوا مصر 120 سنة، الفرس رجعوا تاني واحتلوا مصر تيك اواي كده 11 سنة. مش احنا اللي خرجناهم من مصر، لا، اليونانيين دول طلعوهم وقعدوهم. اليونانيين بقى احتلوا مصر بقيادة الاسكندر الاكبر لمدة سنتين. البطالمة اللي هم اصلا يونانيين برضو كملوا احتلالنا لمدة 300 سنة. ده الرومان بقيادة اوكتافيوس هم اللي جم طلعوهم وقعدوا مكانهم، واحنا برضو قاعدين بنتفرج. الرومان بقى احتلوا مصر 360 سنة، ما بين سنة 31 قبل الميلاد وسنة 395. بعد 360 سنة احتلال من الرومان، اوعى تفتكر ان شعب مصر العظيم صحي من النوم وقال لا، ده البيزنطيين هم اللي جم طلعوهم واحتلوا مكانهم. البيزنطيين اللي هم رومان اصلا احتلوا مصر 310 سنة، وبرضو بعد 310 سنة دول اوعى تفتكر ان شعب مصر العظيم صحي من النوم، لا، جه الفتح الاسلامي هو اللي جه وطلعهم وشقلطهم. يعني برضو مش المصريين اللي طلعوهم، يعني مصر بالصلاة على النبي قعدت 1255 سنة تقريبا تتفرج على الدول اللي تيجي تحتلها ويحاربوا بعض، وده يجي مكان ده. ده غير بقى ان احنا البلد الوحيدة اللي حكمها مماليك. عارف يعني ايه مملوك؟ يعني عبيد. العبيد دول حكمونا 267 سنة، وبالنسبة للمماليك اللي هم العبيد اللي قعدوا اكتر من 400 سنة فوق 300 سنة وهم قادة الجيش، يعني 300 سنة بيحكموا، 400 سنة تانيين كانوا قادة الجيش. الفرنسيين دول احتلوا مصر 3 سنين على السريع ومشوا لنا 72 سنة. احنا الوحيدين اللي اتحيلنا على محمد علي التركي مش الألبان انه يجي يحكم. حافظ ابراهيم شاعر النيل مدح المملكة فيكتوريا بقصيدة تاريخية. طه حسين عميد الأدب العربي. شفت يا ابن النيل اللي بتقول عليه ان انتوا عبيد؟ دي المملكة جوش حكمتكم اكتر من 1300 سنة. درسوك في التاريخ الكلام ده؟ درسوك انه حضارتك العظيمة اللي انت بتتكلم عنها اللي عمرها 10000 سنة كانت كلها احتلال؟ درسوك انه الرومان حكموك 1200 سنة؟ درسوك انتوا بتترجوا الاتراك محمد علي باشا عشان يحكمكم؟ درسوك تاريخك؟ ما درسوك يا درسوك ومصر العظيمة وحضارة العريقة وسبعة ألف سنة، وده الملك فاروق حكم السودان، وده نحن حكمنا السودان. انتوا كنتوا الجوادين بتاعنا الاستعمار يا راجل. تاريخ شنو انت بتتكلم عنه؟ تاريخ ده بتاع مملكة جوش اللي بتقول عليهم ممالك. الهسي هم نص مصر، ناس أسوان، والتحية لناس أسوان والتحية لناس الصعيد. أن إحنا ما بنشملهم بالكلام ده لأنهم ذاتهم مضطهدين، وقاعدين تقولون يا بوابين ويا حسنين، وهم عايشين مواطنين درجة تانية داخل مصر. دي حضارتهم، حضارة أنتم بتتكلموا عنها، دي حضارة السود، حضارة النوبيين، حضارة الفراعنة، دي حقتهم. مملكة كوش، مملكة كوش حكمتك 1300 سنة. اللي أنت بتقول عليهم عبيد وممالك دي حكموكم 1300 سنة. جايين يعني تقولون لما كنتوا جوادين للاستعمار تيجي تقولون حد ملك فاروق حكمكم؟ ها معركة شيكانة نحن المصريين ده قطعناهم فيها تقطع يا زول. يا زول انت يا زول ما تنافخ ساي. اوي 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 اسمع يا عم الحق. ها اذا عندكم وهم في راسكم انه انتوا استعمرتوا السودان وانتوا حكمتونا، ده كذب، ده نفاق. انت كنت محتل من بلد لده بلد، وحتى الان محتل من العسكر كلاب الامريكان والاسرائيليين. انت حتى الان ما زال الشعب السوداني الان في الشارع وانا بتكلم معك. اطلع انت الشارع وابقى راجل وحرر نفسك من استعباد السيسي الدايس عليك بالجزمه، السيسي المطلع ميتينك. ديونك حصلت، ديون مصر حصلت 135 الف مليار دولار. ديون مصر، ديون مصر، ديونك. وبعد ده جاياك المويه وصد النهضه احينا اثيوبيا احا هاك الموية دي شفتها تشموها قدحة. الموية دي تانية يا أولاد فيفي ما في قفلوها البلف عند أبي أحمد ديك ما بيلعبوا. بالمناسبة الناس دي عقليتهم عقلية كده ما بيلعبوا، أمنوا السد فوق وتحت
منتظرين اي طاري. قال لك ونحن نراغب على كثب ما يجري في السودان بالنسبه للامارات، ولدينا جيش قوي وقادر على حمايه اراضيه. وانت طلع منك شنو يا سامح شكري؟ تنديدات. هسه سامح شكري في السودان حيعمل شنو؟ تنديدات، بيان تنديدي، ترجوا سيوبيه عشان تسمح لكم كده بجرعه مويه، ترجوها احيانا ترجوها، ما تحارب، مستنينك في الميدان. انت مفكر الارهاب اللي عملته بمناوراتك دي قال لك لن نموت من الخوف ولكن سنموت في ميادين القتال. بالمناسبه سيوبيا مستعده لحرب، انا بتكلم مع مسؤولين سيوبيين كثيرين جدا، لحرب غطتان لسنوات طويله جدا، مستعدين وعاملين حسابهم، يعني ما بدوا يعبوا والا هم جاهزين وبعدوا العده لحرب اقليميه قد تدوم سنوات. ونحن وإتو واثيوبيا كلنا حنكون في خبر كان. ما تفكر الدول دي ضعيفه، ما تفكر انك انت حتطير كده وتضرب سد النهضه وترجع تنوم عند امك. لا يا بيه، لا يا ابن الايه، لا يا ابن الرقاصه يا بلحه، لا لا، سد النهضة تحت مرمى نيران القوات المسلحة الإثيوبية وقناة السويس وأهداف عسكرية أخرى وأهداف مدنية أخرى، كلها الصواريخ منصوبة لدكها دكا على روس قاتلينها، دك تعرف الدك. وحاط الله القوات الإثيوبية قالت مستعدة تطلق 5000 صاروخ في أقل من نص ساعة، 5000 صاروخ سيدكا مصري دك، 5000 صاروخ قالوا في أقل من نص ساعة. شفت البلدة كيف؟ ومضادات طيران لا نريد أن نكشفها. ها وحاط الله الخلق الناس سد النهضة ده، شفتها إبرة ما تنزل فيه طيرة عصفورة. السد الآن مؤمن مؤمن مؤمن، تأمين ما بعده تأمين، يعني حلم حلم صعد المنال، أحلام يقظة إنه الجيش المصري يحلم بضرب السد. بعد ده يا وتفيفي زوط، تعرف زوط؟ سمحت بزوط؟ ها؟ سمحت بزوط؟ السد أصبح الآن أمر واقع، تقبلوه، تقبلوا العدالة، تقبلوا العدالة، تقبلوا المناصفة بيننا وبينكم وبين الإثيوبيين. نحن ما طماعين، دارين العدالة، دارين حصتنا كاملة في مياه نهر النيل، دارين الكأس، ودارين احنا الفايض حقنا اللي بيمشي لكم يرجع لنا، ودارين نستثمر مويتنا، دارين 33% نحن والسوبين 33 وانتوا 33، دي العدالة. لكن انت داير تشفط كل شيء، داير كل شيء ليك انت، ليه؟ عشان سواد عيونك؟ ها؟ ها؟ على تاج، على راسك في تاج؟ زي ما بتقولوا نحن عبيدكم وممالككم؟ ها؟ داير كل شيء الجمل بما حمل، وين يا ايه؟ وين يا ابن الايه؟ ها وين ها كده دقيقة حينا حينا عليكم والله عانوا. دار أهدي الأغنية دي شباب شير الله يدخل في جروبات المصريين، دار أهدي الأغنية دي ولا فوزية طبعا يا مؤمن كمال يا الأدروج. يا مؤمن والاسمك منو مؤمن منو انت القاعد تتكلم وبتستعطف في الشعب السوداني ونحن محترمين انت محترم يا هذا؟ شوف شغلتك، شوف شغلتك يا زول. شباب شيرو انا ما بعرف، يمكن التلفون انتهى. هسي بالحل شنو الحل شنو؟ تاريخكم طلع مزيف كذب وكاذب، 7000 سنة دي كلها كانت احتلال، جيشكم العظيم برضو طلع ماسورة، ماسورة 36 بوصة، يعني الجيش اللي بخوفوكم به والشبح اللي بيطير وتقع، الشبح اللي اشترتها أمريكا حتمشي تدوق حلفائها هناك؟ ها؟ الشبح قال لك اللي بيطير ها؟ ها؟ والحل شنو ناسي؟ أنا والله شمتان فيكم شديد لأنكم قليلين أدب، لأنكم قليلين أدب. إثيوبيا يا I love you إثيوبيا، إثيوبيا أخت بلادي يا أخي، نحن والله بنحب الحبش ده الحب شديد جدا. سلمولي على فيفي، سلمولي على فيفي، سلمولي على فيفي. أوكي عليكم الله، سلمولي على فيفي عبدو، سلمولي على بلحة، قولوا له يا ابن الإيه دي إثيوبيا بدأت التعبية الثانية
هسي كلام زي ده ما بيبرككم الشارع يا مصريين، مفروض تمرقوا على بلحه، مفروض تطلعوا عليه، والله والله مفروض تطلعوا على الشارع، لكن انتوا ما عندكم نخوة ذات، تطلعوا شنو؟ ما عندكم حاجة انتوا تطلعوا بها، ما عندكم حاجة بتطلعكم الشارع. دي هدية لازم نفرض عليكم عقوبات عشان انتم بترتكبوا جرائم حرب. قلت لكم الكلام ده قبل كده، وقلت لكم ان في حزمة عقوبات امريكا بتحضرها عشان تفرضها على الحكومة. اسمعوا دوت بلدكم، دبلوماسي اثيوبي. بص يا جدعان، برضو بص يا جدعان، برضو الجبروت اللي اثيوبي بقت فيها جدعان، انا معجب، انا معجب مغرم باللي اثيوبي بتعمله بصراحة. تختلف بقى تتفق، انا معجب باللي اثيوبي وصلت له بالطريقة اللي هي بقت تكلم بيها. ده لولاد بلدكم دبلوماسي يا جدعان على قناة الجزيرة اثيوبي، دبلوماسي اثيوبي على قناة الجزيرة بيقولك ايه؟ بيقولك والله في حال فرض عقوبات علينا من امريكا، احنا كمان كاثيوبيا هنقوم بفرض عقوبات على تأشيرات المسؤولين الامريكان، المسؤولين الامريكان اللي عندنا في اثيوبيا، والمعاملة هتبقى بالمثل تماما يا امريكا. وقالك كمان هنفرض عقوبات وقيود على المؤسسات الامريكية الغير حكومية اللي عندنا في اثيوبيا، وكل الموظفين الامريكان اللي عاملين في اي مؤسسة داخل اثيوبيا هيتم فرض عليهم عقوبات وقيود. وريني بقى هتعمل ايه يا امريكا؟ مش كده وبس، ده الفجر والجبروت بتاع اثيوبيا وصل بيهم ان هم يهددوا ان احنا بندرس والله دلوقتي خيارات سحب القوات الاثيوبية المشاركة في مهام حفظ السلام ومكافحة الارهاب في الصومال ومناطق متفرقة في القرن الافريقي. يعني هنسحب قواتنا بتاعت حفظ السلام اللي موجودة في الصومال وفي منطقة القرن الافريقي يا امريكا. بتقولك ايه؟ بتقولك اصل انت العقوبات اللي هتفرضها عليا امريكا وهتفرضيها عليا امريكا هتنعكس سلبا على قدرة القوات المشاركة معاكي في حفظ السلام، وانا بصراحة بخاف على قواتي وما اقدرش ان انا افرط فيهم كده وانت فرض عليا عقوبات، فازاي انا ابعت لك قواتي واعرضهم للخطر؟ طب شيل العقوبات وبعد كده ابدا افكر. بصراحة يا جدعان انا يعني عاجبني، انا عاجبني اللي امريكا الاثيوبي بتعمله ده، يعني مش عاجبني ان هو انا مبسوط بيه، لا بالعكس خالص، اثيوبيا هتعطشنا وهتطلع ميتين ابونا، بس انا عاجبني التغير والقوة اللي بقت فيها اثيوبيا، القوة اللي بقت فيها اثيوبيا والجبروت حتى في ردها على امريكا. هل احنا عندنا في مصر ينفع السيسي يقدر دبلوماسي مصر يطلع يكلم امريكا كده؟ والله ما يقدر، مع اني ما بيقدر. يعني انا بص قاعد في امريكا اهو وبقول لك انا ما بحبش. ما يقدر ما يقدر، هو السيسي رجال، السيسي ما راجل عشان يقدر، السيسي اصلا هو ما راجل. كفاكم كده يا اولاد فيفي، كفاكم يا اولاد فيفي عبدو، كل مصر قايمه وقاعده، وردوا على هذا وردوا، رد علي بالضرب يا اخي، ما ترد علي بالكلام، ردوا علي مش انا قلت لكم ردوا علي بتدمير صد النهضه، لكن ما فيكم رجال، لا انتوا ولا بلحه، ما حتقدروا لا انت ولا بلحه، خلاص السد امر واقع، والتعبئه الثانيه والثالثه والرابعه امر واقع، والمويه دي تكفيل امر واقع، تقبلوا هذه الاشياء، لانه ما عندك رئيس، عندك جيش بنته امريكا، وعندك رئيس جبان بس بيعمل كده، ده ما رئيس يتخذ قرار حرب، حرب دار الرجال تتخذ القرارات عشان تقدر تحارب، لكن السيسي حتى الان يراوغ ويندد ويتمنى ويترجح. انا احلى حاجه كده لما المصريين يقول لك ده جيشنا، دي مصر العظيمه، ده جيشنا ترتيبه العاشر عالميا، ده جيشنا والجيش المصري واوشك على ضرب اثيوبيا والمناورات في السويق. جيش ايه يا ابو جيش؟ جيش ايه يا ابو اهو نص؟ جيش ايه يا رئيسنا جدع؟ رئيسنا جدع ايه؟ ناس تحية لمصر، تحية لمصر، تحية سايب الكلام، مصر حتكون في غايمة الدول المهددة بالفقر المائي في السنوات القليلة المقبلة، حيكون في جفاف وتصحر في مصر، لأنه بتعتمد اعتماد كلي على موية نهر النيل، السد العالي ذاته حيجف، المخزون اللي بيجيك فايض من السودان ده، لو السودانيين ده استثمروا انت تاني ما في مويه، خلاص ميتينك حيطلع، حتعطش، ما في زراعه تاني، حقنا كامل وما بنجامل، دارين حقنا، ليه تشيلوا مويتنا ليه؟
وبعد ذلك العبيد السودانيين الفعلتهم التركتهم الأوساخ الأنجاز. يا زر شوف شغلتك. أحلى حاجة عجبني دي بتكون يا مطر. أحلى حاجة يا شباب شيرو. شيروا يا شباب شيروا اللايف ده خلوه يسعد الجروبات المصريين. احلى حاجه الاعلام المصري ده قال لكم استحموا تحمموا مويه دي تحمموا لسه في مويه المويه الفاضله دي تحمموها ريحتكم بقت عفنه ريحتكم بقت مقرفه عليكم الله اسمعوا ده اعلامي مصري ده مو انا اللي قلت لكم تحمموا ها بالحس بالسنس ده اعلامي مصري بقول لكم تحمموا مش علاقة ان انت انا اسف بقى معلش بس انا بكلمكم بكلام اللي يتسعوش من حد تاني عمركم في اعلامي حد قال لكم استحموا كل يوم تحمموا عمركم شفت مزيد الوسخ ليش لو طيب انت كنت الحاجة العظيمة تحمم انا بقول لحضراتكم لو سمحتوا استحموا كل يوم والفقير اللي فيكم قبل الغني مفيش حاجة انا تامر امين دعوة للمصريين عشان يستحموا كل يتحمموا والله بتفرق والله مهمة والله ده جزء من ان بلدنا تتقدم وتتطور ما احنا لما نبقى نضاف يعني سلمني نضيف اسلمك نضيف هنشتغل بنظافه وهنتعامل بنظافه عفوا شديد وسخ اكتر وسخ وسخانين يقابلوا بعض فياخدوا بعض بالحضن الاثنين يعملوا كده هو اعوذ بالله كانه فتح علبه سردين في وشه ليه عشان سوكوا سوكوا ما شافش الميه بقى له 7 دقايق عشان يقول لك يا عم انا فقير ايه علاقه الفقر ده اعلامي مصري بيقول لكم اتحمموا بيقول لك المصري لما يتكلم مع مصري ريحه خشمه فسيخ البسردين تحمموا سوكوا لما تاكلوا البصل بتاعكم ده والفول والفجل ده اتسوكوا بعدين اتحمموا المويه دي لسه عفيفه في مصر اتحمموا يا اخي ريحتكم قالوا تقرف ده اعلامكم انا ما قلت كده ده اعلامكم قال ريحتكم تطرش 1-7 يوم ما يتحمم حتى الحمام ده حاجك وتيجي تكلم لك عن مصر مصر عظيمه مصر ام الدنيا وانت حمام ما قادر تتحمم انت المويه اللي الله كتر لك دي حتى الان موجوده عندك دي ما قادر تتحمم 7 يوم ما بتتحمم قال لك تركب في الميكروباص طفطس تركب في الترين ريحه الاباط بتاعتهم تفطسك طفطس ويجي يقول لي انا سيدك انت عبي عمين والناس نايمين يا ولد الرقاصه اتنظف انت تكلم عن العبوديه بس اتنظف نظف نفسك تحمم استحمى سوك بعدك تعال اتكلم عن العبوديه وعن السياده بعدين تاني ما في واحد مصري يجي يتكلم لي يقول لي جيشنا العظيم وجيش اسكت ولا كلمه لا عندك تاريخ ولا عندك جيش ولا كلمه جيشك العظيم ده حتى الان هو حصاده بيانات تنديديه بيانات توسليه ده انت جيشك العظيم عشان ما تجوا تهرونا بالعلا ده الجيش المصري ده السيسي قال احلى حاجه لما يقولوا لك يطلع احمد موسى والجوادين بتاعنا الاعلام المصري ويطلعوا يتعرصوا على المصريين طبعا خطاب للاستهلاك المحلي للمصريين بس لانه نحن عارفين انكم جيشكم نفاق وانتوا نفاق واعلامكم مزيف وكله تطبيل ما في دول بيحترم الاعلام المصري ده الرئيس قال دي التعبيه خط احمر الرئيس خط النقاط على الحروف يا حروف يا نقاط هي ممكن خط النقاط على حروف سنستسلم قال لك ده الرئيس قال الرئيس قال حدد مسار واضح خط النقاط على الحروف التعبية الثانية خط أحمر والتعبية حصلت هسي ما بتخجل يا السيسي ويا أحمد موسى ويا الإعلام المزيف ها بس شغالين محمد رمضان يا أخي خلينا من محمد رمضان ولا محمد رجب ورونا وصلت وين جيشكم العظيم وصل وين خلونا من القضايا الإنصرافية اللي بتلهو بها الرأي العام جيشكم العظيم بالنسبة للتعبية الثانية اللي صدرناها ده وصل وين جيشكم الرهيب شغالين بس محمد رمضان عمل هداك سوى يا أخي في قضايا مصيرية ما تلهوا الناس بقضايا انصرافية بعدين يا أخي انتوا بتكرهوا محمد رمضان ده لأنه من أصول زنجية والله العظيم لأنه من أصول نوبية تكرهوه كده بس ما دارين نجاحه ده
انا بختلف مع محمد رمضان، هو واحد مش يبيحت العسكر، لكن انتم بتكرهوه ها لانه من اصول، لانه ابوه نوبي، عشان كده انتم بتكرهوه. والله العظيم انا بختلف مع محمد رمضان في حاجات كثيره جدا، في حاجات ما عجباني فيه وتصرفات ما حلوه، لكن انتم بتكرهوه لانه ابوه زنجي، لانه ابوه نوبي، كان مصور مع ابوه بالطاقيه اوكي، ومن هناك بدأتوا عليه حملات ثقيله. محمد رمضان ما دارينه، لانه هو بس كيف زنجي يكون عنده نجاح وزول مشهور وزول عنده قروش والاخر، دارين منه بس عشان ابو زنجي عنصريه، بس بقدا منكم عنصريه. في لاعب من النوبيين المصريين اسمه ميدو بيلعب في كندا، اتزوج له بيضاء وترك مصر وبيلعب هنا في كندا، لم يسلم من تنمر المصريين، قاعدين يتنمروا عليه شوكولا بحليب لما كان مصور مع بنته، وكيف اتزوجت بيضاء تنمر يا اخي، شعبي متخلف يا اخي، شعبي متخلف، شعبي عنصري، شعبي عنده عقدة نفسية، شعبي قاعد يطلع سمومه على كل من يختلف عنه، بتمنوا مناصرة السودانيين، هم بصفوهم بالعبيد، بيجي بيقول لك دارنا نحن شعبي واحد، ويجي يقول لك يا بوابين، حتى في تعليقاتهم عانوا حقد الناس دي، يا عثمان ويا حسنين ويا محمدين. وانا من هنا بخاطب اهن النوبيين المصريين وهن الصعايدة، انت في مصر مواطن درجة ثالثة، انت بواب، انت حسنين، انت محمدين، دي نظرة المصريين الاستعلائية لك، كنوبي 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 وكصعيدي بينظروا لك انك بواب وخدام وحسنين ومحمدين زي ما هم بيقولوا في اعلامهم، لكل النوبيين المصريين، لكل اهن النوبيين وهن الصعايدة، والله انت مواطن درجة ثالثة في مصر، يا هلا وسهلا بيك في بلدك الاول السودان، يا هلا وسهلا بيك في مسغط راسك، انتوا ذاتوا ما بتشبهوا المصريين في اشكالنا في عاداتكم في تقاليدكم، تلبسوا لبس الجلابيه السودانيه بعاداتكم وتقاليدكم سودانيه، يا هلا بيكم في وطنكم الثاني السوداني. الكلام ده ما موجه للصعايده ولا النوبيين، الهم مضطهدين داخل بلدهم، الهم مضطهدين داخل وطنهم، الهم مواطنين درجه ثانيه داخل مصر، حتى الاعلام بتنمر عليهم، يعني حتى الصعايده ديل بيوصفوهم بتجار المخدرات في المسلسلات، وبيوصفوهم بالمجرمين وبالمتخلفين، ومع انه الصعايده من اشجع الناس في مصر، والنوبيين الهم مواطنين مهمشين، ما زالت المناطق النوبيه في اسوان هي ينظر لها في مصر بانه مواطن درجه ثالثه، درجه ثالثه، لا خدمات ولا حاجه، والفقر يتفشى فيها، يتفشى فيها دل أصحاب الحضارة الأصيلة النوبية الفرعونية اللي انتو كمصريين بتشدقوا بها. التحية لأهلنا في صعيد مصر، والتحية لأهلنا النوبيين، وبنقول لهم السودان هو بلدكم، ولو حسيت نفسك انت مضطهد ومواطن درجة تانية في مصر، أبواب السودان مفتوحة عليك كسوداني، هو السودان ده حقنا كده لحد أسوان، وانتو تابعين لنا ما تابعين لهم، ولا هم بيحترموكم. شباب في رعاية الله، واللايف ده مطيتكم فيه كتير، وانا ذاتي عندي حاجات عايز اعملها. التحية لكل ساير صامد، تحية لحسن مصطفى، تحية لجال المقاومة، الناس تطلع الشارع بكرة الخميس، نحن طلعنا عشان دولة مؤسسات، مش عشان دولة ميليشيات مسلحة. الثورة سرقت تسعة طويلة، العسكر والقحاطة أشبه الرجال، يعني زلونا زلة ما بعد زلة، وحقنا نحن كسودانيين بناخده بالشارع بالإسقاط الكامل لهذه الحكومة، حكومة الميليشيات، حكومة القتلة، حكومة المجرمين، حكومة القطرسة، حكومة الإذلال. أسوأ فترة وأسوأ حكومة مرت على تاريخ السودان هي حكومة حمدوك. حمدوك ده ماسورة خمسة بوصة، حمدوك ده أكبر زوط في تاريخ السودان، والله العظيم، والله حمدوك ده أكبر زوط في تاريخ السودان. أحلى حاجة في صفحة كده بيدوروها القحاطة أوكي، يوم تهاجمتهم اسمها محاربة الكيزان المندسين، مع إن الكيزان بيسلوا سيوفهم في الخرطوم، قالوا أبو رهف أبنجي، والله يا كوز يا قحاط يا عفن، يا قحاط يا عفن، أبو رهف أشرف عليك وأشرف على الأحزاب مجتمعة. لما أنا كنت بعارض جوش وبعارض عمر البشير، أنت كنت خشمك ما بتفتحه زي أختك يا قحاط، أسي أنت مع حكومة، عملت شنو؟ شغال شنو غير الطلس والكذب والنفاق؟ قدمت شنو للشعب؟ ورينا إنجازاتك، ورينا إنجازاتك يا قحاطي،
وريني المنشوره اللي بتكتبه عن النيل فيه 50 لايك. حتى القحاطه ذاته ما مقتنعين بكلامك انت تقوله. وقال ابو رهب ده والله يا اخي نزل في صفحته يحل للزمن البشير ويحل ما بعرف بشه ولا شنو حاجه بالشكل الزمن الجميل. كتبتها وين انا ود الفداديه؟ صفحتي مقفله لها 10 يوم من الكتابه. كتبتها وين؟ ولا صفحه قحاطي عفن زيك بيكتب باسمي بصفحه مزيفه وتجي تتلصق وتلفق وتلفق. الناس اللي بيعرفوا ابو رهب عنده صفحتين دي والصفحه الاصليه الثانيه المحظوره شهر. يعني كتبتها وين؟ يعني كتبتها وين؟ ولا هو تلفيق وخلاص يا قحاطي يا واطي يا التافي وسقوطكم جه خلاص. والله بعد ده طلص النفاق ده ايام ولد وصفرجت وصك تسقط ثم تسقط ثم تسقط ثم تسقط ثم تسقط حتى تسقط. الجنجويد محاصرين والعسكر محاصرين وحكومه القحاطه خلاص الان. واليوم بالذات اخر نفس اطلقته حكومه القحاطه. مش هي في الانعاش الان في الموت السريري، هي واقعه اصلا. لكن الشعب السوداني ان شاء الله الليله وبكره ولحد يوم 30 بنكون خلصنا من برقحط. وبعد ده يا اشبه الرجال تاني نلقى لي قحاطي لا في الميديا دي يقول الحكومه كعبه. لما تجي حكومه تاني ولا يفتح خشمه خشمك ما تفتح. بوشي كان يولمل زي ماما اميره الدولار وبعلي الدولار الاقتصاد انهار زمان بشع الحجر دولار وبعلي الدولار ويلي الدولار. هسي خشمه هسي شغال يقول لك الدوله العميقه الدوله العميقه الكيزان. لا الكيزان ديل هم حرروا الدولار. الكيزان ديل هم الحرروا سعر الصرف. الكيزان والدولة العميقة الكيزان والدولة العميقة هم الحرروا سعر البترول فشلك فاشل يا وطن. جاتك كفاءات مش والله مش والله مش زمان زي اختي والويل الدولار الحقوا الدولار. هسي خشوم ما بيفتحوا الدولار الدولار. والله مشكلة والله يا قحاطي انتم منافقين نفاق. اسمعوا البيدي عليكم والله دقيقة اسمعوا البيدي. طبعا هي كتمت كتمة ما عادية. لقيت لي فيديو لبيت لافي قبل يومين شافعة صغيرة والله ضحكت ضحك والله ضحكت ضحك لما مصرني وجعلني. دي بس البيدي عرفت ليكم كويس. وين هي؟ وين هي البت؟ شيروا شباب شيروا لايف ما ينزل بس ده الرسم ده شعروها بس كده سي. جبريل لسه بيكذب وصبره. احلى حاجه التافي ابراهيم الشيخ الانتهازي قال الناس تصبر والخير جاي. الضربه الطويل جاتك كفاءات يا وطن تصدر الحمل الثقيل. والله يا هم والله يا هذا يا حتى الاطفال عرفوا الكفاءات. ها قحاطه دي كفاءاتكم حتى الاطفال عرفوا. اسمعوا يا قحاطه اسمعوا عليكم. قالت مشينا اول خطوه في المشوار الطويل جاتك كفاءات يا وطني تسد الحمل الثقيل. حتى الاطفال عرفوكم طلص. شفتوا القحاطه ده المنافقين كيف؟ ولا شفتوا القحاطه لسه بيكذبوا؟ بوش لسه بيقول لك عدوي الكيزان. انت عدونا ذاتك انت القحاطه ده عدونا قبل الكيزان. انا اديك الزيت يا بوشي. انت اللي بتخدر فينا. الحكومه بتاعتك بتجوع فينا وانت بتخدر. انت ذاتك عدونا زي الكيزان يا اخي. الكيزان ما سووا فينا كده. انت معك خبر عمر البشير ثلاثه مرات بغرف على الدعم بتراجع عنه ثلاثه مرات. الكيزان ما سووا فينا سويتوا فينا. من الاخر الدعارة والعفن والواط والوسخ وكتابكم المشوح كتبكم المشوحه
ها وبعد ده جوحتونا ورفعتوا الدعم وزليتونا. الكيزان يا ابوش احسن منكم قاعدين. الكيزان ما سووا فينا سويتوا فينا يا اخي. دي سنتين عذبتوا فيها الناس عذاب. دي سيما الفتره الانتقاميه زي ما قالت هبه. عمارة كوين سنتين وتجي تقول لي الدولة العميقة. الكيزان شمعت الكيزان دي طلعته ميتينه. الشماعة دي طلعته ميتينة بس تشيلوا تعلقوا فشلكم في الدولة العميقة. والكيزان يقول لك قادرين تستوعبوا انتوا عدونا الكيزان. انت ذاتك عدونا. اي قحاط هو عدونا وكذاب ومنافق ومجرم وباع الدم وباع القضية وسلمنا للجنجويد غربان. وبعد ده تسقط ثم تسقط ثم تسقط. زمان اللايفات انا ما بعرفكم، ما كنت معاكم في جروبات انا. زمان لايفاتكم الحقوا الدولار، الدولار طار السماء، الدولار الا بوشي ذا يولول الولوله. اجروا يا سودانيين الانهيار الاقتصادي. انت عارف تضخمك كم يا زمان بيشا؟ كان تضخم 165%، حاليا تضخم 500%. زمان بيشا كان رطل اللبن ب 20 جنيه، رطل اللبن قربت 300 جنيه. الفول زمان بيشا كان ب 20 جنيه، الفول ب 500 جنيه. ها؟ وتجوا هسه لسه بس شمعت الكيزان تعلقوا فيها. لا لا الكيزان هسه اتخذوا قرار تعويم الجنيه. الكيزان هم اللي اتخذوا قرار تحرير السلع الضرورية زي الوقود. ها؟ الكيزان رفعوا الدعم عن الدواء وبقى زادوا 400%. الكيزان يا بوشي ولا حكومتك الفاشلة، حكومتك الرخيصة اتسلمتنا للعسكر. دي حكومتكم، ما تطلعوا تنافقوا وتطلصوا وتقولوا لنا صبروا. ابراهيم الشيخ يقول لك والله يا صبروا الخير جاي. خير يجي من خلقتك دي يا انتهازي؟ ما انت ركبتنا الماسورة انت وخالد سلك. خلقتكم دي خلقت خير؟ انتوا عشان كذابين عشان منافقين الله قحط عليكم. القحاطة جوك حلوها اعموها، جوك حلوها اعموها، اعموها نهاية، خلوها ما بتشوف. الحياة في السودان أصبحت شبه مستحيلة في عهد عصابة بنقحط، في عهد الكذب والنفاق والدجل والزيف. كلكم كذابين والله العظيم. القحاطة كلهم كذابين وكلهم انتهازين. يا أخي مريم الصادق لها شهرين مما استلمت وزيرة خارجية، لها شهرين شغالة سياحة، شهرين. أنا حاسب لها 23 زيارة بطيارة خاصة سياحة. والشعب السوداني جعان. الطيارة دي بتطير بكم يا بنت البخة؟ ارتحنا من ابوك الله اخذه جيتين انتي. انا زمان كانت احلامي ابوك ده يموت، كنت بقول يا ربي خلصنا من الاثنين الصادق المهدي والمرغني، يموت نرتاح منه. جيتين انتي الخازوق الثاني. سياحه شغاله بطياره تطير تجقلب بس من بلد لبلد وبلد. اهلها اهلها بيشحدوا حق الاكل. بلد وصلت مرحله الحياه الكريمه فيها مستحيله وهم شغالين سياحه. واي زول عنده يا جماعه الاقتصاد ده ما بنصلح. حمتم السيطر على 60% منه والباقي العسكر. القحاطة دي الناس بس بدو حاجة كده حشيها في خشمه بس. أهم حاجة عنده الكرافتة والكرسي، يقعد في الكرسي خلاص أحلامه. يركب عربية ويقول يا سعادة الوزير. دي حاجة عظيمة، حاجة رهيبة. البلد دي متقسمينها الكبارات. المجرم حمتم بياخد كمه 30%، 38. ومن ناوي سلام جوبا قال لهم سنويا ده 700 مليون دولار، وبرهان واكل الباقي التالي المجرم التالي. ما في اقتصاد بينصلح. الاقتصاد الآن اقتصاد السودان حميتي مسيطر على الذهب بنسبة 80%، وباقي الحاجات دي عند العسكر، عند جهاز الأمن المجرم وعند البرهان المجرم. ومع البلد دي ما بينصلح حالة يا جماعة، ما بينصلح حالة. هس الناس دي بيشحدوا لهم سنتين. فضحونا، قلوا خيرنا، ما خلوا زول ما شحدوا منه، ما خلوا زول. لافين العالم ده بكرته لله يا محسنين. ما انعكس علينا لا امنا ولا استقرار، ولا انعكس علينا خدمات على وجه الارض ولا شيء، بل بالعكس يشحدوا ويجوا يدوسوا علينا تاني. يشحدوا ويجوا يطبقوا فينا سياسه البنك الدولي، سياسه اسيادهم ونحن الضرب على الميت حرام. يا اخي ناس ماتت من الجوع. يعني الليله هسه مثلا هنا تحرير كل السلاح في كندا، كان بلد راس مالي، لكن الفقير بياخذوه بعين الاعتبار. ما بنوم في الشارع، بمشي بتعالج في المستشفى مجان، في خدمات اجتماعية، حق الأكل، حق الشراب مثلا، حق أي حاجة. الفقير ما بيموت، بيتعالج. لكن عندك في السودان انت بتطبق سياسة البنك الدولي بحذافيرة
ودي خطة جايبة حمدوك، ما تقول لي والله فشلوا ما فشلوا، دي خطة جايبة حمدوك. تطبيق رشدة البنك الدولي رفع الدعم عن المواطن السوداني وإزداله وتجويعه من غير رحمة. حمدوك ده يا جماعة، الزول ده ماسورة خمسة بوصة، الزول ده لازم يمشي، ده زول بارد، زول كلب منظمات لا يمثل الثورة ولا ينتمي للشعب السوداني بصلة، زول عمره كله عدى مريسة وويسكي وعفن وسكر وجاي يطبق فينا سياسة سياده. شباب أنا طولت عليكم، الحلف السقوط الشامل، تسقط حكومة الميليشيات، تسقط حكومة الجوع، تسقط حكومة الموت، تسقط حكومة الاغتصاب، الناس في أمريكا وفي كل أنحاء العالم ترجع لمواكبها من جديد، لأنه الثورة بدت يا داب. حمدتي يا كذاب، الثورة بدت يا داب، تسقط دولة الميليشيات، حميدتي هو حفتر السودان، هو الموت القادم وهو الخطر القادم العلي وعليك وعلينا كلنا وعلى أمننا وعلى استقرارنا. وطول ما في حميدتي زي ديك العدة البلد دي ما بتبقى بلد، وطول ما في برهان وكباشي وياسر العطا أزيال الكيزان البلد دي ما بتبقى بلد. نحن لو قبلنا عساكر مفروض ما نقبل وإلا شرفاء الجيش اللي وقفوا معانا زي ناس حامد محمد إدريس ديل اللي كانوا يمثلوا، لكن الخونة ناس إبراهيم الشيخ ده جاب برهان لأنه نسيبه، الخونة هم الباعونة للعسكر. البرهان ده كان بترجى في إبراهيم الشيخ زي أخته برهان الديوس العرور، كان بترجى في إبراهيم الشيخ وقول لي كده، لأنه نسيبه إبراهيم الشيخ جابه بالاسم، ركبوا على راسنا. الأحزاب الكبيرة الحالية هي باعت الشعب السوداني، حزب الأمة، حزب المؤتمر السوداني، حزب البحث الأصل، حزب الاتحادين الديمقراطيين ديل كلهم بايعين الشعب السوداني بيع تقيل. الشيوعيين شغالين ركيبين سرجين كدي وكدي مع حمدوك من تحت عشان ينفذوا حاجاتهم وتغيير المنهج وأجندتهم، ومع الشارع هنا بيقولوا للشارع احنا معك. بعد ده تاني الثورة يغضوها الأحرار، يغدوها ناس هيثم ويغدوها لجان المقاومة. وبتمنى من هيثم مصطفى، يا هيثم مصطفى الثورة دار قيادة، انت ميادة قمر الدين، الشاعر يوسف شاعر قصيدة نفس الزول كتل ولدك لجان المقاومة، مفروض تشكلوا مجلس ثوري سريع جدا لإنقاذ البلد وتعلن إسقاط النظام زي ما هيثم اليوم بكل شجاعة وجرأة. التحية له الكابتن هيثم مصطفى البرنس، الأعلن إسقاط النظام وكان في تفاعل عالي جدا، أقوى صفحته بقت من صفحة حمدوك ومن صفحة أي زول، والناس والفنانين والممثلين وكل الناس تتبنى إسقاط النظام. دعوة لا حزبية ولا قبلية ولا جهوية، دعوة تمثلنا كلنا كسودانيين ونرجع جديد، نستعيد ثورتنا ونستعيد زمام الأمور. الثورة سرقوها تسعة طويلة، العسكر والجنجويد والقحاطة أشباه الرجال، الثورة العادت لنا الأمل، الاحتصام اللي كان كله السودان وحدتنا اللي اتفقدت من شرقنا لغربنا لشمالنا. السودان ده يا جماعة حقنا كلنا وبيجمعنا كلنا وخيراته كثيرة لكن منهوبة، نحبينها الآن الجنجويد والعسكر. حميدتي أصبح ملياردير، 8 مليار هربت للنيجر، حميدتي بيطلع بالذهب نهارا جهارا بودي الأمارات، جهاز الأمن اللي بينهب في الذهب نفس جهاز الأمن الزمان بتاع بشة بربطة المعلم برهان اللي بينهب في خيراته وبيورطنا بحرب بالإنابة. طول ما الناس دي قاعدين البلد دي ما بتبقى بلد، انغشينا مرة وما حننغش تاني. تسقط دولة الميليشيات، تسقط دولة الموت، تسقط دولة الاغتصاب. الشارع الدعوة بكرة لكل السودانيين في كل أنحاء السودان، الخميس الشارع بس ولي قدام، ودمتم ودام السودان آمن، وربنا ينصركم ويوفقكم ويحميكم وفي رعاية الله.